تتحدث مثلا عن المنتخب الأولمبي عام 96 آخر ظهور في أتلانتا. الآن كرة ملعوبة وضربة جزاء بنالتي، ضربة جزاء بنالتي ليحيى دغريري. فعلا ينجح دغريري بتشكيل خطورة حقيقية على المدافعين في المنتخب السوري ويحصل على ضربة جزاء ستنهي المباراة، ستنهي المباراة. أخيرا القروني تنفس السعداء لأن سوريا ومنتخب سوريا كان ضاغط منذ بداية شوط المباراة الثاني، وبعد أن سجل المنتخب السعودي الهدف كان حتما سوري كان يضغط من هذه الهجمة والعرقلة الموجودة، وقرار سليم لمصلحة المنتخب السعودي بعرقلة، كان عملية الشد وبعد ذلك العرقلة موجودة والسقوط على الأرض وضربة جزاء بنالتي لمصلحة المنتخب السعودي. فرصة لإنهاء المباراة، يتقدم المنتخب السعودي بهدف واللاعب البديل محمد الناصر للكرة القادمة. مجرى شيك، إبراهيم لإبراهيم، إبراهيم لإبراهيم هو القادم للعبة. رائع علمة، رائع في اللعبة الماضية. إبراهيم لإبراهيم هو اللي تقدم للعبة الماضية عالمة، يبقي الأمل للمنتخب السوري بعد ما تألق حقيقة في إبعاد الكرة الماضية من ضربة جزاء. لاحظ الكرة الماضية حطها على يمين عالمة، تقدم وتحولت إلى ضربة زاوية لمصلحة المنتخب السعودي، تألق فيها عالمة